الموت يفجع الفنانة والإعلامية المصرية منى عراقي بعد صراع مع المرض. أعلنت الإعلامية منى عراقي من خلال منشور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رحيل والدها عن عالمنا. ونشرت الإعلامية منى عراقي صورة جمعتها بوالدها وهو يرقد في إحدى المستشفيات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت على الصورة بقولها: إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور عبد المنعم والد الدكتورة منى ونهى وأحمد عراقي، وستقام صلاة الجنازة من مسجد السلام في مدينة نصر. يذكر أن منى عراقي أثرت خلال الفترة الماضية العديد من الأزمات والقضايا والتي تسببت في إيقاف برنامجها انتباه الذي كانت تقدمه على قناة المحور، كما اشتهرت خلال فترة عملها الإعلامي بالكره الشديد للرجال وهجومها الشديد عليهم،